كون بتحسوا انه هذا المفصل هو اللي بتحرك، فبدي احط واضغط واصير احرك حواليك قبل ما اعمل الحركات التمارين، لانه هاي عضلات اللي مسؤولة عن حركة الفك والاكل، هذه حركات قوية جدا يعني اللي احنا نشغلها. بعدين باجي للفك وبحطه بالطريقة هاي، بحط ايدي وبصير يمين ووقف 5 ثواني، شمال واقف يمين شمال، شوي شوي احرك، شوي 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 شوي، بعدين بفتح فمي ونفث اكمل حركة. بعدين بحط وجه اعور حركات لولبية بالعكس 5 ثواني، 5 ثواني نلين شوية، فهاي لازم نحركها. بعدين حركات كمان اللي حتساعدكم انه لما تعملوا المساج تمسكوا منطقة الحلق بالطريقة هاي، زي بدكم تخنقوا حدا وتصيروا تحركوا شوي شوي على اليمين.